احنا راح نناقش امر مهم جدا جدا جدا. كل طالب يسمعني ممكن يشارك هاي الحلقة، تفكرون فيها حقيقة وايضا نناقشها، ايضا ناقشوها ممكن ما اعرف بمجموعاتكم الروحية، مجموعاتكم الكونية، الصعود الكوني او السفر الكوني او الصعود بالوعي، فيه أمور ونقاط أعمق مما أنت تعتقد، أعمق بكثير مما إحنا نعتقد. عندما ينتشر السفر الكوني أو الناس تبدأ تتعرف أكثر، يعني العوالي الكونية والوعي الكوني، وإحنا قادمين على وإحنا قادمين، يعني يوم بعد يوم أصلاً هاي المواضيع تنتشر، تمام؟ هناك تكون أخطاء أو حتى نسميها قناعات، يعني يخرجون ناس يكون عندهم قناعات بالعلوم الكونية وبالاتصالات الكونية، هناك قناعة أو اعتقاد خاطئ جدا، ظهور ما يسمى بقائد كوني يدعي أنه هو قائد كوني أو يقول أنا قائد كوني، لكن عنده فكرة الزواج المتعدد بنفس الوقت، ممكن قائد كوني أو ممكن يعني رجل أو ممكن امرأة، وقسم ممكن يقول هذه ما فيها شيء، لكن بالدخول بهذا الأمر اللي راح أوضحه معاكم راح تكتشفون أنه لماذا هذا الدخول فيه أمر خاطئ جدا جدا جدا، لأن الكون ما عنده زواج متعدد، مش موجود. هذا الزواج المتعدد أو المتنوع، تمام، يعني رجل متزوج من بادعائه قائد كوني متزوج من 6 قائدات كونيات نفترض، أو قائدة كونية هاي بالأرض، هسه احنا بالأرض أناقشكم بهذا الأمر، هذا الأمر مهم، بالأرض قائدة كونية متزوجة من 7 قادة كونيون، هذا خطأ. طبقوه هذا المبدأ، طبقوه الأنوناكي، تورطوا فيه وأصبحت عندهم فوضى ومشاكل نفسية وعاطفية كبيرة، واحتاروا كيف يخرجون منها. ليش؟ أصبحت فيها غيرة، وأصبحت فيها تنافس، وأصبح فيها واحد يترك الثاني، وهذا بالأنوناكي عندهم، وهاي القائدة الكونية من الأنوناكي تركت هذا القائد الكوني وذهبت إلى آخر، لأن هذا الآخر فيه عنده أكثر وسامة، والقائد الأول حزن أنه هذه ليش تركتني، تمام، وعندما تركته انتبهوا قامت أيضا بأخذ أو سحب امرأة أوناناكية من القائد الأول، قالت تعالوا احنا عندنا هذا الآخر أكثر وسامة، أكثر كذا كذا، أصبحت صراعات موجودة، هاي موجودة عند الأنوناكي بالزواج المتعدد. فعندما إذا يحدث عند البشر فهذا مو صحيح كمبدأ روحاني. الآن أناقشكم أكثر بهذا الموضوع بالنسبة للحضارة الأرضية. شوف هذا قائد كوني هنا، تمام، هذا بالأرض الآن، يعني افترض انتشرت العلوم الكونية وواحد صرح قال لك أنا قائد كوني وأقنع نفسه وسحب أو جر سيدات
نوضحها بالتفاصيل حتى تعرفون انه فين الخطأ جاي يصير. ثلاث سيدات، لماذا أتوا له؟ لأن هذا صرح، قال لك أنا جاي من البعد السابع، من البعد السادس، أنا عندي اتصالات، أنا من هذه العائلة الكونية. وممكن السيدات ما بيعرفون، ممكن طالبات ها بالبداية. أوكي، فهذا قائد كوني بالأرض. وهذه على أساس باعتبار قاعدة كونية، بس ما عندها المعلومات الكونية الكافية. هاي قاعدة كونية الأولى، تمام شبابنا سيدات، وهذه الثانية وهذه الثالثة سيدات. انتبهوا رجاء، الأمر مهم جدا جدا جدا. سيدات، وهذا بدأ يدرسهم. طيب الآن هو ماذا يعني يعتبرهم؟ يعتبرهم زوجاته، صحيح ويانا؟ إذن راح يطبق تعاليمه على الأولى وعلى الثانية وعلى الثالثة. لكن الفكرة كم هو هذا ها مضمون بالزواج المتعدد؟ ما هو هذا ممكن حيضيف للقائمة، صحيح معايا أنتو؟ ما هو هذا حياتي بالرابعة، أي لم لا، وبعدها حياتي للخامسة. يجيب الخامسة ولا ما حيجيب؟ ويجيب السادسة ولا ما حيجيب؟ لأن الأمر مفتوح ولا مش مفتوح؟ هو مفتوح، يعني هذا ماله هذا ماله حدود فيها، يعني أقصد. طيب الثلاثة يتصلون معا ولا ما حيتصلون؟ راح يتناقشون بالموضوع ولا ما حيتناقشون؟ إنه هذا جاب ثلاثة أخريات، ما هي الاتصالات بالأونلاين، واحد يتصل مع الثاني، صحيح؟ في هذه الأثناء ننتبه الآن، في هذه الأثناء يعني هذا الآن بالصعود الكوني أونلاين، الناس تدرس وبدأت المصطلحات قائد كوني، قائدة كونية، ها، وشخص يقول أنا من البليديان والآخر يقول أنا من الإندروميدان، الناس تقرأ كتب، الشاهد فيديوهات، ظهر قائد كوني أكثر وسامة، قائد كوني رجل أكثر وسامة. نكتبها هكذا، قائد كوني ماذا؟ أكثر وسامة. يحدث ولا ما يحدث هذا؟ هذا بسهولة يحدث، تمام معايا؟ رجل قائد كوني أكثر وسامة، وادعى أيضا هو قائد كوني من السابع من الثامن، وعنده اتصالات بالعائلة الكونية، وعنده برامج، وعنده متابعين. أيضا معتقد بالزواج المتعدد، وعنده ممكن ثلاثة سيدات. هاي الأولى، وهاي الثانية، وهاي الثالثة سيدات. يسي هاي نتكلم أو نوضح بعمق حول هذا الأمر، لأن هذا الأمر مهم. تعاملهم جيد جدا، منسجمين جيد جدا. هذه ممكن ترى، تمام، أنه مش مرتاحة مع هذا، صحيح؟ تركت هاي المجموعة، تركتهم،
ترك الآن هنا. أين ذهبت؟ التحقت بهاي هذا الجروب، يعني أصبحت زوجة هذا. هو كله خطأ هذا أصلا كنظام. ويانا؟ الآن أصبحت الزوجة الرابعة. طيب ممكن أيضا بعدها بكل سهولة هاي الزوجة الرابعة حتتصل بالثانية حتسحبها. تسحبها ولا ما حتسحبها؟ حتنسحب بكل سهولة. إذن هذه حتنسحب. هذا يحدث. حصير هنا. هذه حتضاف. هاي صارت الزوجة الخامسة. طيب ما مصير إذن هذا الجروب وهذا القائد الكوني؟ الآن هذا القائد الكوني هذا بالأرض هنا ممكن يحول بعد فترة إيه مل من هؤلاء. طيب إذا تركهم بقى لديها أربعة، تركهم وارتبط بقائدات كونيات جدد. قال لدي مهام كونية أخرى، الكون وضع لي خطة جديدة، وترك السيدات هذه. ترك احتاروا هنا، الآن عاشوا بحيرة. وهذا ماسك أو واجد سيدتين هنا. طيب ماذا لو يدخل بالمعادلة قائد كوني ثلاثة؟ هذا جدا جدا وسيم. قائد كوني وسامته عالية جدا. تمام، ما تمشي هذه، هاي مال الزواج المتعدد، خاطئة جدا. لاحظوا شباب معانا. وسامته عالية جدا جدا. ممكن سحب هذه الثانية من هذا القائد الكوني. هذه تحولت هنا. تمام، هذه تحولت هنا، وهذه سمعت أنه هذه تحولت هنا، هذه لحقتها. هذا لوست. إيه؟ أصبحنا في أحضان القائد الجديد. الآن إحنا ما نتوقف عند هاي المرحلة، أكو مرحلة أكثر. المرحلة الأكثر، انتبهوا الآن، المرحلة الأكثر هاي المرحلة البسيطة وهالفوضى، يعني هاي المرحلة البسيطة وفيها فوضى، بس اكو مرحلة اعلى، هي هاي الاعلى اللي انا راح اتحدث فيها، تحدث فوضى كبيرة. اذا دخلوا الكائنات الكونية بهالمعادلة، طيب الكائنات الكونية البليديان والاندروميدان في قمة الجمال. طيب هنا اذا هذا دخل بليديان بالموضوع، بليديان هذا يعني سواء امرأة سواء رجل، البليديان دروندن في قمة الجمال، فالناس حتذهب باتجاه مين الوسيم جدا فيهم. تفهمون ولا ما تعرفون؟ هذا الأمر مهم. ما هو الكائنات العليا عندهم وسامة
عندهم جمالية أصلا فوق الوصف. فالناس اللي بالأرض، هذا القائد الكوني، ها يعني مثلا هذا القائد الكوني، هنا مو عنده الآن 3 سيدات؟ طيب إذا يلتقي ببليديان جميلة جدا، أتت بليديان هنا سيدة جميلة جدا، هاي بليديان، سيدة، ها معايا؟ سيدة بليديان جميلة جدا. ما هو يقول لك أنا من البليديان نفترض. طيب ماذا لو هذه كانت سيدة جميلة جدا جدا؟ والبليديان والإندروميدان الرجال والنساء عندهم هذا الجمال، الوسامة عالية جدا. طيب هذا حيترك السيدات هنا، حيتركهم هذا القائد الكوني وسامته عالية، حيقول لهم أنا عندي مهام كونية، باي باي. أين حيتجه؟ ها يتجه هنا. طيب وال3 سيدات هنا إيش حيعملون؟ ها يقول لك طيب هذا تركنا، ها ذهب إلى البليديان، يتناقشون ولا ما حيتناقشون؟ حيبحثون عن كائن بليديان رجل، ما هي حتصبح تجارة بتاع الوسامة والجمال. هناك قصة مهمة، انتبهوا، مناقشة مهمة يقولون فيها، يقولون ليه ما تأتي الكائنات الكونية مباشرة الآن وتقول إحنا موجودين بالأرض، يعني يفتحوها الكائنات الكونية، تأتي يفتحوها، يعني هي تهبط الآن ويقول لك إحنا البليديان وندروميدان موجودين، ما يعملوها. ليش؟ إذا عملوها الآن يقول لك الناس حينقسمون قسمين، أما قسم يحاربهم أو قسم يعبدهم، فأكو قسم من الناس بالأرض حيعبدون البليديان والإندروميدان. طيب من يعبدوهم ماذا يعني؟ يعني هو ذاهب على الوسامة. فإذا المرأة مثلا هذه مش مو مرتبطة بهذا، مرتبطة ولا ما مرتبطة بهذا؟ هيك بهذا النقاش حياتيها بليديان، هنا رجل بليديان هنا، قائد بليديان. عنده الوسامة وعنده الجمال وعنده مركبة كونية، ويحلق في فضاءات. هذه حتفكر، حتحسبها، بوب تتصل به، يعني تترك هذا لوست. لوست ولا مش لوست؟ خسر وحدة، لأن هاي خلصت، باي باي، يعني ذهبت هنا، معايا؟ طيب هذه من تذهب هنا، السيدات يقرؤون القصص ولا ما حيقرؤوها؟ طيب هاي ذهبت إلى البليديان، معايا؟ ممكن هاي حتلحقها. فالكون ايش حيصبح؟ يصبح كون بتاع احضان، احضان احضان، مجاميع تحضن او ذهب بحضن مجاميع اخرى. راح تصير غيرة طبعا، مو هذا فيه ترك، واحد ذهب الى البليديان، واحد ذهب على قائد كوني وسيم عنده وسامة اعلى، سيدة تركت قائد كوني ذهب الى قائد كوني اخر، القائد الكوني ترك زوجاته وذهب الى كائنة كونية ارتبط معها، واحد يترك واحد ما يترك، منافسات وغيره، فهي ما تفيد، ما فيها حياة هذه بهالاتجاه. فالطالب ما جاي يعرف انه هذا تعدد الزوجات هي مش المسألة فقط أرضية، مو هذه
كونية حتصير، حيدخلون بليديان اندروميدان، ذول عندهم وسامة عالية، إذا الناس شنو حتعبدهم، وبالتالي بالحياة الكونية بصورة عامة أنا قلتها وأقولها، الحياة الكونية المبدأ واحد بواحدة، الرجل يرتبط بامرأة واحدة فقط، الارتباط. فالسيدة إذا مثلا هي تسمعني معلمة أو طالبة، أوكي، ترتبط، إذا كانت مش متزوجة ترتبط بشخص واحد، والشخص الآخر أيضا يجب أن يكون مش متزوج. الآن نأتي إلى قصة أخرى، المرأة المش متزوجة، ما يصير المرأة المش متزوجة، ما يصير عندها شريك كوني وتتزوج بالأرض، يعني شريكها الكوني من البليديان مثلا وهي أيضا متزوجة بالأرض، هاي ما تصير، واحد بوحدة، واحد بوحدة، يعني شخص بالأرض، رجل متزوج من امرأة واحدة. التعددية تحدث فوضى، انقسامات، حسد، غيرة، تنافس، أحزان، الناس ما جاي يعرفون الأمر، إن هذا الأمر كوني، طبقوه كائنات الأنوناكي وأصبحت في مجتمعاتهم فوضى. بالنسبة للإندروميدان، إندروميدان ما عندهم تعدد، ما عندهم نظامهم، ما عندهم هذا التعدد، الإندروميدان عندهم اتحاد الأرواح، هذا المنطق أو الأمر يختلف، الإندروميدان أكرر عندهم اتحاد الأرواح، ما عندهم تعدد زوجات. هناك كائنات كونية عندهم تعدد زوجات، وهناك نظام بكائنات كونية أخرى ما عندهم تعدد زوجات، يروح مش صحيح. نحن نقول أن تعدد الزوجات ليس صحيح، لا بالأرض ولا بالحياة الكونية، المسألة لا تخص الوسامة، المسألة أنها تحدث فوضى، تحدث تنافس، غيرة، انقسامات، لأن يصبح واحد تارك، واحد ذهب بحضن آخر، والآخر وسع الزوجات العدد أصبحوا ستة، والأخرى تركت المجموعة وأصبحت زوجة كائن كوني، والكائن الكوني ترك هذه السيدة وذهب إلى كائنة كونية، وواحدة بالأرض ذهبت إلى البليديان، والأخرى صديقتها تبعتها، ها؟ وهاي شنو المعنى فيها؟ المعلمة الروحانية، ممكن المعلمة الروحانية اللي تسمعني أو الطالبة أو المعلم أو الطالب، ممكن يضع بروفايل يقول أنا أو هي تريد أن تتزوج، هذا طبيعي جدا، يعني تقول أنا شخصية روحانية وأبحث عن زوج روحاني، موجودة يعني مواقع، لكن يجب أنها هي تكون مش مرتبطة، وأيضا الشخص الذي تتعرف عليه أيضا يكون مش مرتبط. فهذا الآن يعني هو هذا المبدأ، الارتباط واحد بوحدة يؤسس النظام الصحيح فيه الحياة، تمام، ما فيه ترك وما فيه وسامة وما فيه هذا داخل وهذا خارج، ما فيه، فيبقى الإنسان يركز على التطور الروحي ودراسة هذه العلوم، أوكي، تركيز عالي يكون عنده، فهم عالي. أريد أن أوضح شيء، مسألة الشريك الكوني، يعني إذا سيدة تعمل اتصالات كونية واكتشفت عندها شريك كوني، تمام، حقيقي، يعني خلينا نقول سفر كوني حقيقي، يعني هي عرفت أنه لديها شريكها الكوني، فهي هنا ما يصير تتزوج من رجل بالأرض،
لكن أريد أن أوضح هذه النقطة، يجب أن يكون الاتصال حقيقي، يعني هم يضعون مع شريكها الكوني، يعني هي تراه بالمركبة، يعني هو يأتي إلى الأرض، مو هذا غير هو يعني الشريك الكوني، مش الشريك الكوني بالفكر، يعني إذا هو بالفكر إحنا كيف حنعرف أنه هذا يكون صح أو مش صح؟ يعني هو الشريك الكوني هنا. الطالبة ممكن تسمعني، تأخذ وقت حتى تتعرف عليه، أنه هذا فين موجود، يأتي بمركبة كونية، ها تذهب معها بمركبة كونية، يعني تصبح القناعة حقيقية أنه هذا فعلا هو شريكها الكوني، الذاكرة الكونية تنفتح بعد يعني حياتها. ها معايا؟ يعني مش فقط هي أول جلسة سفر كوني وهذا شريك الكوني، لا احنا ما نقول هكذا، يعني هي سلسلة من الستيجز بحيث هي تكون مقتنعة، تطلب منه ممكن يأتي بالمركبة، أو ممكن يعني هي تزوره، تلتقي معه في كوكب في مركبة، يعني يحدث اتصال. شوفوا، يعني تقول نعم أنا رأيته، أراه شكله، جلسنا تحدثنا، عرفنا بعضنا البعض، ناقشنا، فهمنا الأمور، تمام. فهي عندما تصل إلى هاي المرحلة، ما هو معنى أنها تتزوج بالأرض؟ يعني وكيف حتتزوج بالأرض؟ يعني شلون الآن تتزوج بالأرض؟ يعني رجل بالأرض، كيف هالوضعية؟ معايا أنتو؟ إذا هي وصلت إلى هالمرحلة من الاتصال مع شريكها الكوني، فهو ما هو المعنى أنها حتتزوج بالأرض؟ إذا تزوجت بالأرض، طيب كيف تنظر إلى شريكها الكوني؟ يعني ماذا تقول له؟ تقول له أنا عندي زوج بالأرض، انتظرني؟ ها؟ ما تمشي، ما تصير، ما تصير. فهذا اللي نقصده، أنه الشريك الكوني يكون حقيقي جدا جدا، وأيضا الطالبة لديها نوايا حقيقية، يعني هي مش طالبة بتاع مزاج، يعني هي مش، انتبه رجاءً، يعني هي مش طالبة بتاع مزاج تقول إيه أنا وجدته شريك الكوني 6 أشهر باي باي هذا ما ينفعني، لا هاي ما تصير هيك. يعني هي تلتقي بشريكها الكوني، تمام، وتعرف أنه شريكها الكوني، مناقشات بعد مناقشات، سفر كوني أول ثاني ثالث، تكون معه ممكن بالمركبة، ممكن حتى يأخذها للكوكب. إيه هو هكذا، ويبنون يعني علاقة نظيفة فيها نوايا المحبة والخدمة، لأن هي قاعدة كونية. فعندما هي تصل إلى هاي المرحلة، إذن ما هو معنى أنها تتزوج من الأرض؟ كيف هنا؟ You see؟ أوكي، هكذا. يا عزيزتنا، ما هو سؤالك؟ أستاذ طيب، إذا هي التقت بالقائد الكوني لا فهي الشريك الكوني ولا لا، مو حتى نحدد بشريكها الكوني، يعني التقت هي به. نعم التقت به وعرفت هو وتأكدت أنه شريكها الكوني، ونو فإذن هي نفترض، يجب لا ونفترض التقوا مرارا بالمركبة الكونية، نعم نفترض يعني على فرض، ايه، وهي نعم دارسة للعلوم الكونية، يعني فاهمة هاي العلوم، لأنه صح الالتقاء بالشريك الكوني، شبابنا هذا الأمر مهم، الالتقاء بالشريك الكوني مش لأي طالب، يعني الطالب هنا واصل إلى مرحلة دارس هاي العلوم الكونية، ودارس الاتصالات الكونية، ويعرف المجتمعات الكونية، يعني هي طالبة تكون بدرجة عالية من الفهم، غير يعني هي مو نقصد الجلسة الأولى وإيه هذا شريك الكوني، هاي ما نعم تمشي. إيه لا عزيزي، طبعا أستاذ، إيه، فهو يعني سؤالك الآن، نفترض أن الطالبة دارسة نعم وصار عندها لقاءات، أوكي، لقاءات متعددة، واقتنعوا الاثنين، يعني شريكها الكوني وهي، الاثنين الطرفين اقتنعوا. فقط قبل لا تسألين من فضلك، أريد أن أضيف، لأن ناقشناه قبل التسجيل، يجب أيضا أن يكون اتفاق، يعني هي تعلن أنها قبلته، أو يعني قل رجعت له قبلته، وهو أيضا قبلها، ويعملون حفلة،
اي مراسم زواج حتكون هذه غير، فهو الاتفاق من الطرفين، يعني هي مو فقط كلمة شريك الكوني وباي باي، لا لا لا، احنا ما نقول هكذا. يعني هي تدرس العلوم الكونية، تتعرف على شريكها الكوني، والشريك الكوني أيضا يوافق، وهي توافق على إعادة بناء العلاقة الكونية، والمجتمع الكوني أو العائلة الكونية يعملون لهم احتفال. أي، فالآن سؤالك. طيب أستاذ، أنا إذا ما هي الآن التقت بالشريك الكوني وتعرفت عليه جيدا أي واتفقوا معا وقاموا حفلة الزواج هناك أي في الأبعاد، إذا هي في هذه الحالة يجب أن تلغي يعني شريكها الأرضي، يجب أن تتوقف عن أن يكون لها شريك أرضي، إيه لا لأنها خلاص تتزوج، لا ما تمشي، لا، في حالة هي متزوجة يعني لا يجب لا أن لا، بس تلغي. دقيقة دقيقة، احنا هسه لا لا لا، دقيقة دقيقة دقيقة، اوكفي اوكفي اوكفي، احنا سنفترض على السيدة المش متزوجة، لأنه إذا هي متزوج، إذا هي تزوجت بالأرض، طيب إيش حتقولي لزوجها الأرضي؟ يعني هي متزوج، خلينا نفترض هي عرفت شريكها الكوني، اقتنعت بشريكها الكوني، نفترض عملوا حفلة زواج شريكها الكوني، فهي ما تصير تتزوج بالأرض. إذا نفترض تزوجت بالأرض، طيب إيش تقول لزوجها بالأرض؟ يعني شنو حتقول له؟ عندي شريك كوني، متزوجة أنا من شريك كوني، ما تمشي. طبعا إيه، فالآن أنت سؤالك، أنت تقولين ماذا لو هي متزوجة بالأرض؟ إيه؟ نعم، وتعرفت على شريكها الكوني يعني ما حيكون وتأكدت. شريكها الكوني، لا هذا ما حيصير بعد شريكها الكوني، هي متزوجة بالأرض، ما تمشي هذه. أنت فاهمة عليه؟ يعني نعم هو حيبقى أخوها ممكن بهالمبدأ، بس ما في زواج، ما تصير. يعني شريكها الكوني بس يكون هذا الأخ الكوني، ما حيكون مراسيم الزواج، مو زوجها، هذا زوجها هو بالأرض، نعم أستاذ، زوجها بالأرض. أي، فهي ممكن تقول هذا شريكي الكوني، لكن توضح لشريكها الكوني أنها هي متزوجة بالأرض، فهو ما حيكون شريكها الكوني. نعم أي، هكذا يعني. أوكي نعم أستاذ، الله العظيم يبارك. يا عزيز، تحياتي. هو المبدأ، بس أريد أضيف، المبدأ هو سهل جدا، هو واحد بوحدة، هذا يطبق، ما يمشي أبدا قاعدة كونية مع رجلين، ما تمشي إطلاقا، ولا رجل مع سيدتين أو ثلاثة، ما تمشي. هذا بالزواج احنا نتكلم، إيه هل أمر يعني. نعم أستاذ، نعم.